بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر حصة في الوحدة دي إن شاء الله، والحصة الجاية إن شاء الله هتكون بداية الوحدة التانية أو الوحدة رقم 10. آخر حاجة عندنا الدرس ده وهو بيقول لي إيه؟ الضرب في عدد صحيح. يعني إيه الضرب في عدد صحيح؟ بص يا سيدي، أنا كنت واخد قبل كده لما كنت بقول له 3 في مثلا 4 كانت بتساوي كام؟ قال لي كانت بتساوي 12. كنت بعمل إيه؟ قال لي كنت بضرب العددين في بعض على طول. تمام. طب لو جيت بقى انا قلت له 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، كنت انا بقول له ايه؟ كنت بقول له والله بفضل اجمعهم، 3 زائد 3 قلت 6، 6 زائد 3 ب 9، 9 و3 قلت 12. طب من هنا كنت بعملها بقى، جات لي فكره الضرب ان انا كنت بقول له اخد واحده بس منهم اللي هي 3 واشوف هما متكررين كم مره. قال لي 1 2 3 4، 4 مرات. اه يبقى اقول له 3 في 4 طلعت لي بكام؟ هتطلع لي ب 12. فهمت بقى من هنا جت فكره الضرب ازاي؟ تمام. هنا بقى ان شاء الله هنستخدم فكره الضرب دي ازاي. هقول لك معايا، ركز معايا كده. اول حاجه عندنا بيقول لك في السؤال ده ايه، يا او الموجود عندي هنا بيقول لي ايه، يشرب حازم 1/5 علبه او خمس علبه حليب كل يوم، ما كميه الحليب التي يشربها حازم خلال 3 ايام؟ ركز بقى معايا، هو المفروض بيشرب قد ايه؟ بيشرب خمس علبه كل يوم. خلاص والله، يعني هيشرب خمس وهيشربها في 3 ايام، او هيشرب، عايز يعرف بقى كميه الحليب اللي هيشربها خلال 3 ايام. يبقى في اليوم ده شرب خمس، زائد في اليوم ده كمان شرب خمس، زائد في اليوم الثالث قال هو برده شرب خمس. يبقى هنا شرب قد ايه؟ كام خمس؟ اقول له والله في الجامعه انا كنت بعمل ايه؟ قال لي كنت بحط المقام واجمع البسط كله مع بعض، 1 + 1 يبقوا 2، 2 + 1 قال لي يبقوا 3، يبقى هنا 3/5. طب لو انا عاوز بقى اجيب الموضوع ده كله على طول من غير ما اعمل الجامعه، قال لي بعمل ايه؟ قال لي والله كنت بقول له ادي 1/5 اهي، واقول له المفروض ان انا هشربها في كام يوم؟ قال لي في 3 ايام، يبقى هضرب في 3 واقول له بتساوي. اول حاجه انا بعمل ايه؟ قال لي شايف العدد الصحيح اللي هو الثلاثة ده؟ قال لي اه. قال لي بضربه في البسط بس، يعني بكتب المقام زي ما هو واضربه في البسط، 3 في 1 ب 3، يبقى كده 3/5. يبقى انا عرفت كميه الحليب اللي هو شربها ازاي؟ قال لي عن طريق حاجتين، يا اما الضرب يا اما الجمع. ممكن اقعد اجمع ودي هتاخد وقت، او اضرب وده الاسهل. فهمت انا كده عملت ازاي؟ يبقى تاني لما جمعت 5 زائد 5 زائد 5 طلعت لي 3/5. انما لما ضربت 5 في 3 قال لي بضرب العدد الصحيح في البسط بس، بقول له والله بكتب المقام زي ما هو الخمسه واضرب ال 3 في 1 بكام؟ ب 3. نروح للمثال اللي بعده. هنا بيقول لك برضو ارسم نموذج او نموذجا شريطيا واكتب مساله جمع متكرر واضرب لكل واضرب او وضرب قصدي لكل من الكسور التاليه. ماشي، وعاوز يخليني اكتب مساله جمع ومساله ضرب لكل الكسور اللي عندي. اول كسر عندي مدون كام؟ قال لي 5/8. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. انا عندي 5/8 دي معناها ايه؟ معناها يعني انا قلت له 1/8 زائد 1/8 زائد 1/8 زائد 1/8 زائد 1/8. ديت الجمع معناها ان انا بكتب ال 8 دهيت 5 مرات تحت في المقام، يبقى انا كده عملت له كم مره؟ 5 مرات. خلاص والله بكتب ال 8 تحت هنا في المقام اهي، واجمع الوحايد بقى وهيبقى 1 1 يبقوا 2 و1 3 و1 4 و1 5. انا كده عملت له الجمع. طب الضرب؟ قال لي خد واحده بس، انا عندي 5/8 ده اهي، قال لي حط المقام زي ما هو 8 واكتب 1 واضرب في البسط، يبقى اقول له في 5. يبقى الناتج هيطلع لي كام؟ ب 5/8. بضرب البسط في العدد الصحيح او العدد الصحيح في البسط. طب هنا مثلا 3/7 دي قال لي برضه نفس النظام، بقعد اكررها واقول له والله هعمل السبعه ده اهي 3 مرات، يبقى هنا زائد وهنا كمان زائد تحت على 7 واقول له هنا زائد تحت على 7. عندي هنا 3 اه، يبقى احط هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. طب لو عايز اعملها عمليه ضرب، قال له والله بكتب الواحد على 7 اهي واخد واحده بس واقول له في 3 واضرب العدد الصحيح في البسط، يبقى دي بتساوي 3/7، 3 في 1 ب 3، وهكذا برضو الأربعة على 6 زيها، باخد 1/6 1/6 1/6 1/6 أربعة بس، وبعد كده بجمعهم بجمع البسط مع البسط مع البسط، الناتج طلع لي بكام؟ بأربعة. يا إما آخد 1/6 بس وأضربها في 4 وأقول له الناتج هيطلع لي الأربعة في 1 بأربعة، يبقى 4 على كام؟ 4/6. نروح للمثال اللي بعده. هنا برضو نفس النظام عايزك تفهم. لما يكون عندي بضرب كسر اعتيادي، كسر عادي، بضربه في أي عدد صحيح أكبر من الواحد، أكبر من مين؟ من الواحد. قال لك فإن ناتج الضرب يكون أقل من العدد الصحيح ولكن أكبر من الكسر الاعتيادي. إزاي؟ ركز معايا كده. أنا عندي مثلا عدد زي ده أهو، الربع أهو، ده كسر اعتيادي، كسر عادي.
لما اضربه في اي عدد اكبر من الواحد، مثلا اضربه في 5، بلاش التلاتة دي، نضربه في 5، او بلاش نضربه في 5، ممكن اقول نضربه مثلا في 5، ماشي نقول نضربه في 5. هقول له والله يا سيدي اول حاجة بعمل ايه؟ قال لي بضرب البسط في البسط. يلا اقول له 5 في 1 ب 5 واحط المقام زي ما هو. قال لي الناتج اللي طالع ده اهو هيكون اكبر من الواحد على 4، يعني معنى كده ان الخمسة على 4 هتكون اكبر من الواحد على 4. تمام كده؟ تمام. بس خلي بالك ان انا عندي كده كده العدد الصحيح اللي انا ضربته ده اهو اللي هي الخمسة ده اكبر من الكسر اللي هو 5 على 4، يبقى اكبر حاجة عندي موجودة مين؟ اللي هي مين؟ خلي بالك اللي هي الخمسة على 4، اللي هي الخمسة، والخمسة على 4 دي اللي اكبر من الواحد على 4. فهمتها كده الفكرة جت منين؟ يبقى تاني لما اضرب اي عدد صحيح اضربه في كسر، بس عدد صحيح يكون اكبر من الواحد، ساعتها والله قال لي الناتج اللي هيطلع، الكسر اللي هيطلع هيكون اكبر من الكسر العادي اللي انا ضربت فيه الاول، وفي نفس الوقت العدد الصحيح ده هيكون اكبر من الكسر الناتج اللي طلع لي. يبقى من هنا العدد الصحيح اللي هو الخمسة اكبر من 5 على 4 اكبر من الربع. نروح للمثال اللي بعده، ركز بقى كده معايا في الضرب ده عشان مهم وبيجي جدا ايامك في الامتحانات. اول حاجه لما اقول لي 1 على 7 في 5 بعمل ايه؟ اللي بضرب العدد الصحيح في البسط وبكتب المقام زي ما هو، يبقى ادي السبعه زي ما هي واضرب يلا 5 في 1 ب 5. طب هنا 3 في 1 على 4 قال لي اكتب المقام زي ما هو اللي هو 4. بعد كده اضرب العدد الصحيح في البسط 3 في 1 ب 3. هنا نفس النظام، المقام كام؟ قال لي 3، بكتب ال 3 زي ما هي واضرب البسط في البسط ال 2 في 1 ب 2. طب هنا بقى قال لي الفكره هتختلف في السؤال ده، في رقم هيقول لي انا عندي 1 على 9 بتساوي كام؟ او مضروبه في كام؟ طلع الناتج بيساوي 4 على 9 اهو، ادي 1 على 9 ضربتها في كام؟ في عدد هنا طلع لي الناتج بيساوي 4 على 9. هقول له والله انا هنا لما كنت بضرب مثلا 1 على 3 في 2 طلع الناتج بيساوي 2 على 3. يبقى انا لما كانت عندي هنا 1 على 3 اهو ضربته في كام عشان يدينا 2 على 3؟ قال لي ضربتها في 2. يبقى هنا ال 1 على 9 ضربتها في كام عشان تبقى 4 على 9؟ قال لي يبقى انا ضربتها في 4، بكون ضربتها في العدد اللي فوق ده. طب هات لي كده رقم ديت اللي بعدها، بيقول لي هنا بقى العكس، بيقول لي كام لما اضربه في 6 الناتج ده هنا عدد مجهول يساوي 6 على 7. هقول له والله اول حاجه انا ال 6 دي بعتبرها العدد الصحيح وباخد المقام ده زي ما هو، يبقى هنا 7 وباخد واحد بس منه. تمام كده؟ يبقى انا عندي ده طلعت بكام؟ ب 1 على 7. طب هنا رقم جيم قال لي دي عاديه، هقول له 1 على 8 مضروبه ب 7، بكتب المقام زي ما هو ال 8 وبضرب العدد الصحيح في البسط، اقول له 1 في 7 قال لي ب 7. نروح للمثال اللي بعده، هنا نفس النظام برضو ضرب، بيقول لك يلا 1 على 8 مضروبه في 2، هقول له والله انا عندي هنا ال 8 زي ما هي اهي، واضرب البسط في العدد الصحيح 1 في 2 قال لي ب 2. طب اللي بعدها يلا انا عندي هنا المقام كام؟ قال لي 6، بحط ال 6 والله والله اضرب البسط في العدد الصحيح 5 في 1 ب 5. طب اللي بعدها 1 على 4 في 3 دي اتكررت كتير وبتيجي ياما في الامتحانات، هقول له والله احط الاربعه زي ما هي اهي واضرب ال 3 في 1 قال لي ب 3. نروح للمثال اللي بعده، هنا بقى بيجيب لي ايه؟ بيديني سؤال وبيقول لي ده علامه صح وعلامه خطا، ماشي. واللي 1 على 5 زائد 1 على 5 زائد 1 على 5 زائد 1 على 5 قال لي بتساوي 1 على 5 مضروبه في الاربعه، هل الكلام ده صح ولا لا؟ هقول له يا سيدي اول حاجه اجيب الطرف اليمين واجيب الطرف الشمال، لو طلعوا قد بعض يبقى الناتج متساوي. فانا عندي اول واحده ده ايه؟ لو قلت له 1 على 5 مضروبه في الاربعه كنت بقول له ايه؟ قال لي كنت بكتب المقام زي ما هو 5 واضرب العدد الصحيح في البسط، الاربعه في 1 قال لي ب 4، يبقى الناتج طلع لي 4 على 5، ده بتاع الشمال هنا طلع مين؟ 4 على 5. طب هنا الناحيه الثانيه اللي على اليمين كنت بقول له ايه؟ قال لي في الجمع ده كنت بحط المقام زي ما هو 5 واجمع البسط مع البسط، 1 زائد 1 يبقوا 2، 2 و1 3، 3 و1 قال لي يبقوا 4، يبقى 4 على 5. يبقى اليمين طلعت ب 4 على 5 والشمال طلعت ب 4 على 5، يبقى الناتج هنا فعلا دول بيساووا بعض. طب هنا بيقول لي 1 على 7 بتساوي 1 على 7 مضروبه في الواحد، هقول له والله انا كده كده واخد ان الواحد على 7 ده او اي كسر لما اضربه في الواحد، الواحد ده اسمه محايد ضرب، يعني ما بغيرلوش قيمه الضرب. يبقى اي عدد لما اضربه في الواحد الناتج يطلع لي مين؟ نفس العدد، 1 على 7 مضروبه في 1 هتطلع لي مين؟ ب 1 على 7، يبقى فعلا دي صح. طب اللي بعدها بيقول لي ايه بقى؟ 1 بيساوي 6 مضروبه في 1 على 6، هقول له اول حاجه الواحد كده كده ملوش حاجه اغيرها، ماشي. طب اللي بعدها قال لي 1 على 6 مضروبه في 6، لو قلت له 1 على 6 مضروبه في 6 كنت بقول له دي بتساوي، احط المقام زي ما هو اللي هو هنا ال 6 واضرب البسط في البسط، ال 6 في 1 قال لي ب 6،
6 على 6 تدينا كام؟ قال لي بتساوي 1، يبقى فعلا الناتج هنا بيساوي ايه؟ بعض. يبقى الناتج ده فعلا 6 مضروبه في 1 على 6 هتطلع لي ب1، يبقى فعلا مين؟ اليمين بيساوي الشمال. نروح للمثال اللي بعده. هنا برضو بيقول لك ده علامه صح ولا خطأ؟ بيقول لي انا عايز هنا اشوف الناتج هيطلع لي بكام. يلا هنا 1 على 3 زائد 1 على 3 برضو نفس النظام، كنت بقول له في الجمع هنا بعمل ايه؟ كنت بقول له والله انا عندي هنا بحط المقام زي ما هو واجمع البسط مع البسط، 1 1 يبقوا 2، 2 1 3، 3 1 4، يبقى انا عندي المقام هنا 3 قصدي، ده المقام هنا 3، باخد المقام زي ما هو واحط البسط زي ما هو كام؟ او واجمع البسط هيبقى 4. ده اليمين. طب الشمال بقى؟ هقول له والله انا في الضرب كنت بحط المقام اللي هو 4 واضرب البسط في البسط، 3 في 1 قلب 3، يبقى على اليمين طلع لي 4 على 3 وفي الشمال طلع لي 3 على 4، هل دول متساويين؟ لا، يبقى هنا احط غلط. طب اللي بعدها بيقول لي الواحد على 5 بيساوي 1 على 5 مضروبه في صفر، هقول له اي عدد مضروب في صفر الناتج بيساوي صفر، يعني معنى كده قيمه المقدار ده اهو بيساوي كام؟ المقدار ده كله هيساوي صفر، او هيساوي نقول له كده اهو يساوي صفر. طب هل الصفر بيساوي 1 على 5؟ اقول له لا طبعا دي غلط. طب هنا بيقول لي بقى المفروض 5 على 8 بيساوي الكلام ده، هقول له ال 5 على 8 زي ما هي، اجمع لي الكسور دي كلها، اقول له حط المقام 8 واجمع البسط مع البسط، يلا هيبقى 1 زائد 1 2 و1 3 و1 4، يبقى هنا طلع لي 4 على 8 وهنا 5 على 8، هل دول بيساووا بعض؟ لا، يبقى الاجابه غلط. نروح للمثال اللي بعده. بيقول لك يشرب وليد 1 على 6 او سدس لتر عصير في اليوم، ماشي. ما مقدار العصير الذي يشربه وليد في 5 ايام؟ طالما هيشربه في 5 ايام يبقى ساعتها اقول لك ايه بقى؟ يبقى اقول له والله ده بيساوي 1 على 6 بضربها في 5. طب لو انا مش عارف الضرب اقول له والله هو مش بيشرب في اليوم الاولاني 1 على 6، ماشي، في اليوم الثاني 1 على 6، في اليوم الثالث 1 على 6، في اليوم الرابع 1 على 6، وفي اليوم الخامس قال لي برده 1 على 6. ومن هنا كنت بحط الواحد بحط المقام زي ما هو 6 واجمع البسط، 1 1 يبقوا 2 و1 3 و1 4 و1 5، يبقى هنا الناتج طلع بيساوي كام؟ 5 على 6 لتر. او بدل الحاله دي كلها كنت بقول له بضرب الواحد على 6 في 5، يبقى دي الناتج بحط المقام زي ما هو واضرب العدد الصحيح في البسط، ال 5 في 1 طلعت لي ب 5 ودي اسهل. 5 على 6 مين؟ لتر. نروح للمثال اللي بعده. هنا بيقول لك لدى امير 12 كعكه، ماشي. بيقول لك والله اذا اكل امير ربع الكعكات فكم كعكه اكلها امير؟ اول حاجه انا عندي كم كعكه؟ قال لي والله 12، ماشي. قال لك انا اكلت منها كام؟ الربع، يبقى هضرب في ربع. تمام؟ بيقول لك بقى عاوز اعرف انا اكلت كم كعكه؟ هقول والله يبقى لما اضرب في ربع هشوف الناتج، اضرب كده يلا في بعضه، هقول والله يلا 12 مضروب، او احط المقام زي ما هو الاول 4 واقول له 12 في 1 قال لي ب 12. دلوقتي انا عندي كام وحده؟ قال لي 12 على 4، 12 على 4 اللي هي بيساوي كام؟ قال لي 3، يبقى الاجابه عندي 3 كعكات. 3 ايه؟ 3 كعكات. كده وصلنا الواجب. الواجب بتاعنا طبعا احنا حلينا على كل حاجه ان شاء الله امثله زيها تقدر تشوفها ديت، طبعا في اول حصه اول ده اول حاجه خدناها. وعندك السؤال الثاني ده طبعا الضرب، بضرب البسط في البسط واحط العدد الصحيح، او اضرب العدد الصحيح في البسط واحط المقام زي ما هو، زي ديت اقول له 2 في 1 اللي هي ب2 وهكذا. تمام. اما بقى في السؤال الثالث ده صح وغلط برده ان شاء الله، واشوفكم على خير طبعا ان شاء الله في الحصه اللي جايه ودرس جديد وبدايه الوحده الجديده. مع السلامه.